الغني موسيقتك على طريقتك. كزوجة وكبنت دائما أفكر بأحسن طريقة أتكلم من عائلتي. في وقت بقينا في التواصل بين الناس صرنا حتى بقعدته دائما لاهين عن بعض حتى لو كنا مكان واحد. وأنا دائما أختار التكنولوجيا اللي تقربني حيل من عائلتي طول الوقت وبأي مكان. وكلنا نستخدم أبس بشكل يومي مثل سناب شات، إنستغرام، تويتر، واتساب وغيرهم اللي نقدر نستخدمهم بالشكل المناسب وتقربنا من بعض. وكذي نقدر نصيد كل لحظة حلوة بحياتنا حتى لو كانت صغيرة، وكل ما نريد نشوفه نضحك. ولأن تواصلنا مع بعض هو الأساس، مع شاملهم باقة متكاملة لكل بيت تعطيكم كل اللي تحتاجونه. انترنت سريع للبيت من فاست تلكو، تطالع افلام ومسلسلات من واضو والستارز بلاي، ومباريات مع بي ان كثر ما تبي. وفوق هذا خدمات مشتركه حق الموبايل فيها مكالمات وانترنت على كيف كيفك. هاي.